تستضيف العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى مهرجان المسرح الخليجي السادس لذوي الهمم في دورته السادسة، والذي تزامن انطلاقه مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم، وهو يقام على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. يهدف المهرجان لاكتشاف وتنمية مواهب الأشخاص من ذوي الهمم في دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الفنون المتعلقة بالمسرح، ورفع نسبة مشاركتهم في الفعاليات الثقافية وزيادة اندماجهم في المجتمع، والسعي إلى تمكينهم لإثراء الحركة المسرحية الخليجية والمساهمة في زيادة الترابط والتواصل الثقافي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وشارك في حفل الافتتاح عدد كبير من دول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور ورعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية بالسعودية، وسفيري دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وعدد من المسؤولين ووفود الدول المشاركة في المهرجان من الإمارات والكويت والبحرين وغيرها.